بس المره دي بشكل جديد هتشوفهم اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش فما لاشي اللي نازف والباقي بقى انت عارف هجوم في السماء هجوم في السماء مفيش الخوف مكان وسطنا هجوم في السماء هجوم في السماء هتشوف اللي ما شفتوش عندنا هجوم في السماء سلامة نورتي شرم الشيخ. الله يسلمك، شرم منورة بأهلها. متحمسة لمغامرة النهاردة؟ جدا. طيب لقاء، انت عموما قلبك جامد ولا بتخافي؟ بصي، هو انا قوية بس قلبي مش جامد يعني صراحة. يعني طيب، انت تسلقتي جبل في بالما دي مايوركا؟ ان انت تطلعي جبل دي حاجه فن ولذيذه وجميله. هو صحيح كان الحرف بتاعه صغير جدا وكانت حاجه مرعبه، بس كانت مبهره بصراحه لانك بتشوفي كل حاجه من تحت التهبل، يعني من فوق. سوري. ماشي. طيب ايه اكتر عمل ليكي بالنسبه لك موافقتك عليه كانت مغامره؟ يمكن كنت طالعه ضيفه في مسلسل اسمه لمع القط، كانت مغامره، كانت مذيعه كده ليها ستايل مختلف عني تماما وعن كل الشغل اللي انا عملته. دي كانت مغامره. الست المغامره من وجهه نظرك سلاحها جمالها وفلوسها، ولا راجل بيحبها وبيخاف عليها ويهتم بيها؟ لا طبعا، ولا ده ولا ده. الست المغامره مغامره بعقلها وبقلبها وبقوتها وبحلمها وبتحقيقها لذاتها. اخر حاجه هنعملها دي ار تيست عشان نتاكد ان انت مغامره 100% وتستاهلي التاشيره بتاعه المغامره. أوكي. جاهزه؟ يلا بينا. ايه المناظر دي؟ لنا شايفه ايه؟ شايفه حاجات حلوه، شايفه جبال كتير قوي، بس المنظر يخوف على فكره. ايه ده؟ جبال كتير قوي قوي قوي. ايه ده؟ هخبط. على فكره صعبه مش سهله. انا مش عارفه اروح فين واجي منين بصراحه. لا 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 لا، وانا هيحصل فيها كده فوق ولا ايه؟ بس بتهزر. لا، يخرب حقك. ايه ده؟ انا اتخبطت خلاص. انا كنت متوقعه على فكره. لقاء بعد الفي ار تيست اثبت لنا ان انت مغامره مش سهله خالص. يس. وعايزه اقول لك ان انت تفوقتي بنسبه حوالي كده 90%، ودي نسبه مش قليله خالص. فاحنا خلاص دلوقتي جاهزين نديكي تاشيره المغامر، تستحقيها عن جداره. اخر حاجه هنعملها قبل ما نروح الطياره، عايزينك تسجلي فويس نوت. الفويس نوت دي سجليها لاي حد، لنفسك، لاولادك، لجوزك. الفويس نوت دي انا مش هسمعها، هخرج بره وهنسمعها سوا لما تنزلي من الطياره ان شاء الله بالسلامه. اوكي يلا بينا. هاي، انا لقاء. لقاء، الحمد لله على السلامه. احنا اخيرا وصلنا المطار. لسه متحمسه؟ متحمسه جدا. انا عايزه اعرف لو ادينا لك فرصة ان كان حد يبقى معاكي النهاردة، حد قريب ليكي معاكي النهاردة، كنت تختاري مين؟ كنت هختار اتنين اهم شخصين في حياتي، اخويا هيثم وابني ادهم. بس لان ادهم في المدرسة مش هينفع، فهنكلم هيثم بقى دلوقتي. هيثم، وحشني، اخبارك ايه؟ وانت كمان كاملة ايه؟ I'm good. انا قلت لك ان انا رايحه شرم، بس ما قلتلكش انا رايحه شرم ليه. انا عايزه افاجئك بقى، هعمل سكاي دايفنج. يلا يا رزق. كيف جت؟ ايوه، اي لاف يو سو ماتش. كان نفسي تبقى معايا بجد. المره الجايه هنعملها مع بعض. ويش مي لك. باي. نجوم السماء. We'll be right back.
اوكي. انت بقى في حياتك بتحتاجي تعملي الاوبشن ده امتى؟ لما ببقى عايزه اقعد لوحدي واريح واصفي دماغي. طب وانت عامله المود ده، مين الحد الوحيد اللي هيبقى ليه استثناء ان انت هيعرف يوصل لك، هيعرف يكلمك؟ ادهم ابني. لو قلت لك ان انا هسالك سؤال ورديتي عليه في 3 ثواني هيبقى عندك فرصه انك ما تنطيش. طيب جاهزه؟ يلا. قولي لي عبد المنصف لعب في كام نادي؟ لعب في 5 نوادي اي ثينك. هي الاجابه غلط وال 3 ثواني عدوا، فانت هتنطي هتنطي يا لطفي. كام نادي؟ 6. 6. هنط. Wait for me. تاريخ جوازك انت عبد المنصف امتى؟ شهر 6 2004. نجوم السماء، نجوم السماء.
قولي لنا احساسك ايه بعد المغامره؟ احساسي رائع بعد المغامره، رائع، سعيده وحاسه بالشجاعه وحاسه بالحريه وحاسه اني عايشه. وانتي طايره كنتي بتفكري بايه؟ ولا اي حاجه، بس بستمتع بالهواء وبالسما وبالسحاب وبالمنظر الرائع اللي كان تحت. وانتي فوق كان شاغل تفكيرك هتخلصي امتى ولا سبتي نفسك للمغامره؟ خالص، انا بس كنت سايبه نفسي للمغامره عشان استمتع بيها. وصفي لنا بقى شرم من فوق شكلها ايه؟ شرم من فوق قمر، هتلاقي كل حاجه، جبل حلو يجنن يهبل، خضره في كل حته، بحر يهبل، منظر رائع. طيب لو هتقولي لحد رساله توجهها له ان هو يجي يعمل نفس المغامره، هتقولي له ايه؟ هقول له تعالى بسرعه مصر عشان هيفوتك كتير قوي لو ما جيتش شرم واستمتعت بالجمال اللي انا شفته النهارده. عموما مصر كلها حلوه، تعالى مصر وانت تكسب كتير قوي. لو هتحبي تكرري نفس تجربه السكاي دايفنج تاني، ممكن تبقي عايزه تنزلي في اي منطقه؟ عايزه انزل في بورسعيد. اشمعنى؟ عشان قمر. طيب قبل ما نكمل كلامنا تيجي نسمع الفويس نوت؟ يلا بينا. هاي، انا لقاء. انا very excited النهارده ان انا هعمل المغامره دي. انا اول مره في حياتي اعمل حاجه صعبه قوي كده، بس هي اكيد هتبقى مبهره وجميله. حاسه ان انا هنزل واحده تانية من السماء، حاسه ان انا هكسر الخوف اللي جوايا وهحس بانتعاشه من جمال السماء والسحاب. رساله لجوزي واولادي، انا بحبكم قوي قوي، هتشوفوني واحده تانية خالص بعد المغامره دي، واحب قوي ان انتوا تيجوا المره الجايه ونعملها كلنا مع بعض. بحبكم. It's true. كنت بتقولي ان انت خايفه او عايز تكسري خوفك، انت عامه اصلا عندك فوبيا من ايه؟ طول الوقت عندي الخوف ده، ايه اللي ممكن يحصل لو انا عملت كذا. خدت قرار علشان انا اتحديت الولاد وقوسة وكل اللي يعرفوني، واتحديت نفسي وقلت ان انا هنزل من الطياره ومش هطلع صوت واحد وهبقى مستمتعه. انا كنت جريئه، كسرت الخوف اللي جوايا، وكنت اسعد انسانه في العالم. من كام شهر كان هنا في شرم منتدى شباب العالم، رايك ايه في تنظيم مصر لحدث كبير زي ده في كل شباب من كل دول العالم؟ كان تنظيم رائع، كان نفسي ابقى موجوده في الوقت ده علشان اسمع الحماس بتاع الشباب واخد منهم طاقه ايجابيه. الحقيقه ان احنا بقالنا فتره بنعمل ايفنتات رائعه، التنظيم فيها بيبقى اكتر من رائع. ايه رايك ناخد سيلفي نختم بيها حلقتها النهارده في منطقه هضبه ام سيد؟ يلا بينا. يلا بينا.
نمشي في أرضها للآخر وطير.